بخورشي على 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 الحباب جايك كابتن العب يعني وين 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 بتروح صايدينك صايدينك ما تروح نضحك معاك شوي شوي بالكاميرا شايفينك خففها لطفها مع بخورشي نلعبها عبو عبو شوية كده نعمل كده مقالب حلوة بتكتكه شوية كده يا الغالي مقلم خفيف دمه خفيف بالكل طالع راضي 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 هذا الجاي صيده صيده جيب عليه جيب عليه يمه 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 منه بالمقالب ما في مثله خفوا عليهم يا جماعه شوي خفوا خفوا عليهم ترى ما فيهم شيء شويه كده نعمل كده المقالب حلوه بتكتكه شويه كده نعمل كده المقالب حلوه بتكتكه ازيك يا كابتن يعني بص حضرتك معي شوي يعني وين 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 بتروح صايدينك صايدينك نضحك معاك شوي شوي بالكاميرا شايفينك يا كابتن هاو 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 اليوم راح نشهد فيك حبيبي اليوم راح نشهد فيك نطر فيك اليوم حبيبي العب 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 فوق 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 حبيبي فوق ايوه فوق حبيبي فوق فوق عفوا لو سمحت عفوا السلام عليكم سلام الله مرحبا يا مرحب بيك كيف حالك ان شاء الله طيب تمام استاذ سبحان الله تدري ليش انا موقفك خير يا سبحان الله اصلا انت شبه اخويا اللي عندنا في البلد شرف لي والله غلطه الله يخليك نسخه طبق الاصل سبحان الله ايش بس حسافه علينا محكوم 14 سنه هناك 14 سنة؟ اه والله بالسجن ربنا يفك سجنه يا رب ربنا يفك سجنه استاذ ما عرفت اسمك بالخير؟ فريد عشت رسامي عمي فريد يا ربي عشت فريد من نوعه ما شاء الله الله يخليك الله يخليك عمي فريد في مقولة عندنا بالبلد بتقول في وطني بتقول ايه؟ كلمة تستحي منها بدها يعني الكلمة اللي تخدل منها قولها وانا بصراحة يعني من اول شوفه شفتك ارتحت لك والله الله يخليك سبحان الله عمي تعيش اه والله تعيش عمي اسماعيل فريد عمي فريد بص الكلبه دي تبعي كلب ده تبعي كلبه جميله جميله ابيض وجميل حلو دان مربيه على ولادتي عمره سنه تقريبا يعني انت متبنيه ده عجيش علي حيل يعني نم 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 سلم على عمو فريد سلم على عمو فريد سلم على عمو فريد بيسلم عليك عمي فريد يعني يا ريت اذا معاك كذا يعني انا محتاج مبلغ صراحه بحدود 15000 جنيه 15000 جنيه اعالج فيهم الكلب او ايام بعيد الشر عنك تعبان شوي اعمله فحوصات وتحاليل دم انت عايز 15000 جنيه عشان تعالج الكلب والله اذا ما عالج الكلب 15000 جنيه اعمل له هعمله بعد اسنان كده هوليوود طب تروح تعالج بني ادم احسن ايش؟ عالج بني ادم احسن من بني ادم ما عندي مانع بس انت اديني المبلغ وانا اعالجك بني ادمين يعني المشكله ان انا اديك وخلاص؟ يا ريت بالاخير ده يعني يعتبر يعني يعتبر يعني عمل خيري تاني ماشي اللي بيعمل خير بيعمله في جنيه في 10 في 100 لكن مش في 15000 جنيه ده انت طيب بتتكلم ازاي انت طيب لا انا مش طيب حبيبي انا طيب. في الفلوس مش طيب يا راجل مفيش مصايب انت بتتكلم ازاي يعني ما يكسر خاطرك الكلب لا ما يعني يكسر ما يكسر خاطر البني ادم مش الكلب يا راجل معلش ده وفي والله وبعدين اقول لك على حاجه يعني انت شكلك وهيئتك كده يعني شكلك مش محتاج لا تعال بتهيالك ده كله اقرا ازاي اقرا سكارف اقرا كابوس وما يغلى عليك حبيبي تفضل تعيش والله البس البس والله شكرا شكرا كله اقرا يا راجل سيبك من هذا بس احنا يعني بس انت فيك البركه انت ما راح تقصر معانا عشان الكلب كلب ايه اللي انت بتقول عليه هو ده كلب ايه ايه ده ما تسيبك من الكلب وتبنانا احسن حبيبي حبيبي تشرفني كلب ايه والله يشرفني انت اتبناك انت عامل ايه والله عايز انا الموضوع دي واخد بالك مش عايز الشرف ده ما يعني اتبنانا مكان الكلب يا راجل طول بالك فيك طيب خليهم 10000 جنيه اتبنى لك في ايه 10000 وانا اعرفك عشان اديك 10000 هتعرفني انت بنت الدين هتعرفني مش عايز اعرفك يا عمي طول بالك مش عايز اعرفك انت معرفتك تأثر هذا هو شويه كده نعمل كده يا ريت كده احصل معاكي مبلغ كده ابو 10000 جنيه لو سمحت مصري على اساس ها عالق فيه ابو ده حبيبي حبيبي بتتكلم جد ولا بتهزر؟ اه والله من جد يا حاجه لا 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 بتهزر لا يا حاجه لا استنيني شويه يا حاجه ايوه
عاوز ال 10000 جنيه اعالج فيهم الكلب ده لانه عيان يا حاج. انت بتاخد مني انا؟ تطلب مني مساعده؟ ده انا اللي محتاجه المساعده. لا فيك الخير وبركه. لا انت طيبه. انا محتاجه المساعده. معلش هساعدك والله. اعمل له شويه بوديكير مونيكير حق سشوار شويه صح. اعمل له لا بتهزر انت بتهزر. لا والله لا بتهزر. اعالجه شويه حاجه فيك الخير. طيب خليهم. انت عايز مساعده مني انا؟ والله انا محتاجه المساعده من حضرتك. معلش يعني. معلش فيك الخير بركه. انت البركه يا حاجه. معلش قول لك انا لا بشوف الشنطه دي متفوخه ما شاء الله عامله زي كده فيها مليانه دي مليانه بس مكسوفه. انت طالعه من البنك مبين عليك يا حاجه. طالعه من البنك والله مبين عليها طالعه من البنك. معلش يا حلو. لا لا لا. البنك هتلبسي طرحه تروح البنك. لا 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 بتهزر انت والله ده هزار. لا بالعكس يا حاجه والله. لا لبسك حلو حاجه ما فيك البركه يا حاجه. الله يخليك. طيب خليهم 8000 جنيه يلا تعمل لك خصم بيهم. خصم لو سمحت. والله العيان ده ال 8000 ولا ال 10000 يترفعوا على كام اسره؟ ترى بيتكلم ده عاوز يتكلموا بس خليه يتكلم معاك يا حاجه. لا مش عايز حد يتكلم. مش عايز حد يتكلم. وحاجة ست انا محتاج فلوس. لا 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 قول محتاج يا حاجه محتاج. هذا هو شويه كده نعمل كده. مرحبا يا انسه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا انسه طيبه ان شاء الله؟ مساء النور. ما شاء الله ما شاء الله. مو انا اخاف اكلمك تحسيني انا قاعد عكسك ما شاء الله. لا 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 ما ايه شياكه دي ما شاء الله. لا 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 ايه تاتو ده وشياكه والذهب ما شاء الله عليك ما شاء الله. انت هتقر عليا ولا ايه؟ لا استغفر الله. لا والله لا والله بس انا يعني اعتبريني فانس. عاجبني سالك كده جلد اسود وهذا الموتورسيكل تبعك فين؟ لا والله. انت واقف بتهرج. لا استغفر الله. لا انت واقف كده بتهرج. لا والله مدام. لا والله مدام انا في يعني مدام في 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 كلمه عندنا بالبلد تقول كلمه تستحي منها بدها يعني كلمه اللي تخجلي منها قوليها. اتفضل مدام. يعني انا اسف على الكلمه هذه يعني بعد اذنك يعني. وانت ما شاء الله كلك ذهب وتاتو وقلت بنقر بقى وقلت بنقر بقى. ربنا يرزقك يا رب من اوسع ابواب. طيب احنا هنقر بقى. لا والله. طيب لا وغلاوتك والله قول عايز ايه. خلص مو دايم كده الناس المقريشين دايم يقول كده خلصني خلصني. طيب يا مقري يا مقريشه. ستي حصل معك 20000 جنيه لو سمعت حق الكلب ده. انا مش عايزه انا اخد كلاب. 20000 جنيه مش هبيعك اياها. انا عاوز اساس اعالج فيه لو سمحتي. تعالج في الكلب. والله 20000 اعمل له تاتو كده زي 20000 ده يعني اسر تصرفه. معلش اديني يا مان هصرفهم على اسر يعني. هعالج فيه الكلب واصرف على اسر. لا طبعا لا ولا اطلعهم لاسر ولا اديهمش ليك. ليه انت وفي يا انسه؟ لا 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 وفي ليك مش وفي ليك. لا بالعكس انت ما لا 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 انت ما بتحبيش الحيوانات ودي. لا 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 ليه بالعكس والله. لا ماليش فيها ما دام على الطقم ده وهذا ناقصك واحد زي والله. انت كم. بتقر عليا. لا انت كلمه مسكتيني على بتقول. لا والله ليه؟ بعدين انت بتفكريني بحاجه ثانيه كمان. ايه هي؟ والله شبه اختي بالضبط يا شيخ. والله بس مريضة حاجة تانية. والله بس مريضة بيد الشرع. لا يا ستار يا رب عندها يا ستار يا رب عندها الله أكبر عندها دودة زايدة عندها. احنا بنخاف ومنحسن. دعواتك يا حبيبي دعواتك بس ربنا يشفيها لك. طيب شد حيلك كذا وقرقشينا شوية أنسة عشان خاطر كلب. هعمل له ابتسامة هوليود. ليه كدا. يعني عشان ايه؟ كده يا سلام. والله لا 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 روح حطه في اي مساحة الكلاب. بس مش عاوز مساحة كلاب ده انا تعبان عليه ده بحبه كتير هو مولود عندي ده عرفت كيف؟ انا مالي انا عدي للاسر الغلبانه الناس الفقيره كان هذا واحد من يعني واحد من لا طبعا الغلبانين البنات. بص 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 وشو ما يعني ما يصعب عليك مدام. لا ما يصعب علي ولا يصعب علي يعني ما فيش فايده فيكي خلاص. لا ما في فايده يعني مدام انت يعني احنا قاعد نمدحك ونقول ما شاء الله عليك وهذا ما انت بتحسدني. لا ما بتحسدني. لا يا مدام سميني لو سمعتي. لا 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 ما تحسدني ليه؟ وانا دي رقبتي اذا هذول لابستهم انت كلها مش تغليت. لا 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 ونحاس والله. لا يا مدام لا لا لو سمحتي لو سمحتي ما تمديش ايدك. تعالي يا كلوديا كيفك؟ لا 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 يا كلوديا تعالي يا مدام. هذا هو شويه كده نعمل كده. انا امزح معاك كل ما نالك انا عملنا لك مغلب في برنامج ان شاء الله حتشوفه في رمضان ان شاء الله اسمه زيك يا كابتن. معلش يا مبارك تفرق عن شعوري عنك. حلو الشعور. معلش يا حاج احنا كنا نعمل معاك مغلب اسمه زي اسمه
ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. حيعرض في الخليج ان شاء الله في شهر رمضان المبارك. كل عام انت بخير ورمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين. وسامحيني شوي نشفت ريك. لا لا بس مبين عليك طالع من البنك والله. شحبه كم يا حاج؟ شحبه كم يا حاج؟ اذا انت موافقه على اساس نعرض ده البرنامج ده بالتلفزيون قولي للكاميرا الموجوده بالمايكروباص اللي هناك دي. على اساس تكوني موافقه او الثانيه دي بصي الكاميرا دي. ايوه قولي لها هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ده انا مغلب ما دام بصي المايكروباص ده في كاميرا داخل. دي كاميرا خفيه. ايوه كل سنه وحضرتكم طيبين. الله يسلمك مدام. كل سنه وحضرتك. برنامج اسمه زيك يا كابتن. ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ واذا انت موافقه ان نذيع بالتلفزيون قولي حق الكاميرا هذا هو ذيع هذا هو هذا هو هذا هو ذيع هذا هو ذيع. ما تجيبين سلسال واحد ثانيه حسدوا